علمتنا الخبرة الفنية المباشرة في مسرح البلد. كل إنسان قابل للتغير بقوة الفن. أنا بآمن إنه الفن هو وسيلة لإعادة اختراع العالم. الفن مستقل بحد ذاته، والاستقلالية هي اللي بتعطي الفن جماليته وطاقته. فن الشارع لأنه فن بدعو للمساواة. احنا بنآمن انه فنون الشارع هي حركة شاملة للجميع، وانه الفن لازم يشمل جميع فئات المجتمع واللي مش مهتمين بالفن. فن الشارع دائما بوقف ضد التمييز، العنصرية والإقصاء. رغم كل الظروف بنأكد انه فنون الشارع وفن الجرافيتي هو فن حقيقي. الحقيقة هي مش المعلومات الصحيحة، الإيمان بالحقيقة هو الأساس. احنا بنحط شغلنا في بلدك على نفس مستوى العالمية، المساواة والعدالة.
جداريتي بتحكي عن وردة اللوتس، ووردة اللوتس بتكبر بالمستنقعات، وهذا ممكن يكون رمز لأنه إحنا بنقدر نعمل إشي كتير حلو من النفايات أو التلوث اللي عم بيصير عنا. وبرضو البنت اللي حطيتها جوا الوردة وهي بتطلع لفوق كرمز للأمل. أنا صهيب عطار، اليوم عم بحكي عن الجدارية تبعتي. الثيم كان عبارة عن التلوث والبيئة، وأنا حبيت أخذ المنطلق تبع الجدارية تبعتي إنه بتلوث المي أكتر شيء، لأنه المي 80% بتمثل من جسمنا دائما حوالينا، فعشان هيك عملت الرسمة البنت بالأزرق.